السلام عليكم الاخوان، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم راه حاليا نلقاو ديكا ديال الكورونا عندنا هنايا في المدينه، وصافي سدوا دابا المدينه وكيسدوا حتى بزاف ديال البلايص يعني اللي حنا فهمتي عايشين فيهم. غنشوفوا كيفاش دايرين هاد السدان هادو، بغيت غنشوف كيفاش داير. هانتوما الاخوان كيبان لكم هذوك اللعيبات راه ساعه دينو ما تقدرش تخرج. صافي دابا حابسين كاع هاد البلايص هادو سادينو. هنا راه الناس كدوز كل نهار، كدوز داك التيست كل نهار خصنا نجيو ندوز. ايوا حاجه اللي مزيانه. هاكا البلاصه اللي ساكنين فيها راه كبيره، راه فهمتي البلاصه اللي يعني تقريبا تلقى واحد 8 ولا 10 ديال الدروبه. الناس راه كلها خارجه، هاد الشكل هنا بحال الشكل ديال دوك المدن ديال المغرب. السيد ديال الديور هنا شتي كيداير، داير في شكاعل الحي شعبينا. غنشوفو هاد البلاصة هادي تاهي تكون مسدودة، نورمالمون خصها تكون مسدودة، غتكون شي سادين شتي، راه كلشي سادين. هذا أنا فهمتي كلو كلو سد، نورمالمون هدر مكانش مسدود، مي دابا راه كلشي تسد. نمشيو نشوفو. نمشيو تما راه مسدود، غادي نطلع. بحال كاين في تطوان ولا دوك الطلعات ولا ديال طنجة ولا هاديك الطلع. المهم هذا هو اللي كان الاخوان بالنسبه حاليا، تقريبا هذا هو اليوم الرابع عندنا ديال الحجر الصحي، ولكن راه ما كنبقاوش جالسين في الدار. يعني تقريبا كيف ما وريتكم كاين تقريبا واحد التجمع كبير ديال الاحياء وكلهم كيكونوا مسدودين، يعني كتلقى كل درب كبير او لا درب مجموعه ديال الدروبه كيكونوا مسدودين. بالنسبه للماكله الحمد لله راه كلشي كاين، ديجا كانوا علمونا باش اننا نديروا ستوكاج ديال الماكله، شريت كاع داكشي اللي خاصني. دي سوبر مارشي هنا مازال حالين كيجيبوا الماكله عادي، كلشي فهمتي الامور حتى لحد الان راه فهمتي ستابل. ولكن ضروري الانسان انه كيرد البال حيت ما تعرفش شنو يقدر يطرى من هنا لقدام. الحالات تقريبا وصلوا شي في هذه المدينه تقريبا شي 100 وشي حاجه، مي واخا هكاك يعني ما كتوصلش شي حاجه اللي هي خطيره، ربما في التقديرات تقدر تكون يعني واحد جوج سيمانات وترجع الامور كيف ما كانت عاوتاني من قبل ويتحل عاوتاني كل شيء. نتمنى بالنسبه للخدمه حاليا حنا كنخدمين غير اونلاين، يعني حتى بالنسبه للجامعه راه سدوها هاد الايامات هادي تقريبا خدامتها انا اونلاين، وكنحاول يعني هكا نطيب يعني الماكله ديالي هنايا. شريت الحمد لله كاع داكشي اللي خاصني، سيرتو داكشي اللي ما كيخسرش، يعني الا كنت هنا في الصين اولا كتفرش فيه من داخل الصين حاول تشري كاع داكشي اللي ما كيخسرش، ما باش ما يطراش لك كيف ما بعض الناس اللي كانوا مغاربه في شانغهاي اولا في بعض المدن. سيرتو يعني كيكون داكشي اللي هو اساس، يعني راك عارف الروز، عندك السميت وعندك هذا الباستا، يعني المعجنات، الحليب، اي حاجه سيرتو البيض، داكشي اللي ما كيخسرش حاول انك تشري منه، والخضره وهادشي كامل راه فهمتي ضروري الانسان يكون عندك في الدار، لوبيا، العدس، اي حاجه. المهم سيرتو داكشي اللي ما كيخسرش حاول دائما فهمتي تكون موجود عندك في الدار، باش ما يعني حتى الا كيكون شي وقيته كيكون فيها ازمات ولا شي حاجه كتلقى على الاقل باش ديباني. حاليا واخا كاين يعني واخا حالين صراحه يعني هنايا، ولكن ضروري الانسان يدير الاحتياط ديالو، على الاقل يكون عندك يعني ماكله ديال واحد 15 يوم 10 ايام حتى 20 يوم، علاش لا. حاول ستوك الماكسيموم ديال الماكله، حاول اي حاجه اللي سيرتو داكشي اللي ما كيخسرش، داكشي اللي كيخسر راه تقدر فهمتي يعني تستغنى عليه ولا شي حاجه، ولا تقدر فهمتي تبقى تاخذه يعني تقريبا كل يومين 3 ايام. بالنسبه لهذا الفحص هذاك ديال الكورونا تقريبا كل نهار كنمشيو، كيكون عرفتي كيجيو على الصباح كيفيقوا، يعني كيكون واحد كيطبل على في الزنقه كيبقى فهمتي ياخذ البوق، واحد بالبوق واحد بهذا بواحد طبل، يعني كيبقى فهمتي يضرب فيه، كيبقى فهمتي يقولوا بان اللي مازال ما مشاش دار التيست يمشي يديرو، وكيكون يعني الوقيته ديال التيست كتكون تقريبا اغلبيه في الصباح. وبالنسبه لمورا التيست كنمشيو كندير، المهم اغلبيا يعني النهار تقريبا كنمشي كندوز تيست كنرجع كنبقى خدام. كنصايب الفطور، كنفطروا هنايا، كنصايب عشاء، كنصايب المسائل ديالي. المهم الحمد لله الامور راه فهمتي بالنسبه ليا راه بخير الحمد لله، وهذا الشيء فهمتي راه حاجه عادي، يعني ازمه غادي تدوز تقريبا على سيمانه جوج سيمانات ان شاء الله تقاد الامور، وغنشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي تكون الامور من هنا لقدام. نقدر نعاود ثاني نحط فيديوهات اخرين ولا نقدر نصور اكثر. صراحه راه كيف ما صورتش مزيان داك الشيء،
كنت غير كنصور لقطات ولا شي حاجه، دونك كنقول مازال فهمتي واش نصور. صراحه بغيت نحط شي فيديوهات يكونوا يعني مصايبين مزيان بكاميرا وكل شيء، غير هو فهمتي بعض المرات يعني ديك الزعامه هي اللي كت يعني كتخوننا يعني في هدف اننا يعني نحطوا شي حاجه اللي يعني تكون مزيانه. من ان شاء الله غادي نحاول من غدا ان شاء الله نصور. غير خليو لي شي تفاعل ديالكم مع هذا الفيديو هذا يكون زوين، وان شاء الله حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. وتحياتي والسلام عليكم.